بحضراتكم من جديد، ولسه منورني استاذ علي بركه ناقد رياضي. واحنا مع الهوا دلوقتي تم اعلان القايمه لتكون موجوده بكره. مستر فريرا اختار في حراسه المرمى محمد نديم والسيد عطيه، خط الدفاع محمد طارق اللي تالق في اللقاء الماضي، محمد حمدي، عبد الرحمن علي، احمد زكي واحمد رفاعي ومحي جمعه وحاتم محمد، خط الوسط سيف جعفر، ماجد هاني، محمد الخضري وبيسو ورضا عبد الرازق، كريم عبدون وايشو وادهم الخواجه، خط الهجوم علي ياسر ويوسف اسامه نبيه وحسام اشرف. كل التوفيق لرجالنا، ويعني صوره حلوه لفريرة مع اسماء اللاعبين دول. متوقع بكره ان شاء الله هيعملوا لقاء جيد.